إذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مرسى الخير نواحي مدينة تمارة عمالة الصخيرات تمارة. كما كنشوفوا اليوم مستشار جماعي طالع لي الدم في هذا الليل، يعني على الوضع الكارثي ديال المدينة وعلى هذا الوضع الكارثي ديال يعني لي باريير اللي خاصهم يكونوا في المستودع. الا كنشوفهم الا مرميين في الساحه اللي كما تصرح المستشار الجامعي مستشار جامعي بانه جماعه بان تخسرات يعني ميزانيه كبيره على هذا الزرده المتنفس الوحيد للوليدات الصغار. الا كنشوفوا بان ما كيتواجدوش كراسي، تصاوبوا كراسي ديال السيما، ما تصاوبوش يعني فين يلعبوا الوليدات، حتى من المساحه الخضراء ما كايناش. اذا نخليكم يعني تشوفوا الكارثه العظمى وتشوفوا يعني المستشار الجامعي الجامعه شنو غيقول على هذا الوضع الكارثي اللي كيتواجد هنا بمرسى الخير. اذا نخليكم معنا متابعي الكرام متابعين شوف تي في، يعني غنشوفوا احد التصريحات من يعني مستشار جامعي جامعه اللي كنشوفوا اننا يعني الوضع الكارثي بهذا الساحه اللي تخسرت في واحد الميزانيه كبيره. الا كنشوفوا بان ما كيتواجدوش فيها مرافق الوليدات فين يلعبوا. الا كنشوفوا بان هاد الزرده باش تكون دايره بواحد الكرياج كنشوفوا دايره بلي باريير، ولي باريير مقلوب ليها. اذا المتابعين الكرام كما كتشوفوا يعني كارثه. وغنخليو يعني السلام عليكم سعدي واحد دقيقه. السلام عليكم سعدي. سعدي انت عبر المباشره عبر قناه شوف تي في، كنشوفك اليوم يعني ساخط على الوضع الكارثي في مرسى الخير. لكن ما كنشوفوا لي باريير باش يكونوا في المستودع، الا كنشوفوا مشكلين هنايا الزرده اللي تخصها في واحد الميزانيه. كنشوفوا بان يعني مهمشه ما فيها لا المساحه الخضراء لما فين يلعبوا الوليدات. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عادل أوفقير مستشار في جماعة مرسى الخير عن حزب الاتحاد الدستوري، مستشار في المعارضة. يعني كيحز في النفس اللي خلاني نخرج بهذا التصريح هذا، خصوصا هاد الزردة هادي و الباريير اللي فهاد الزردة هادي. فهاد الزردة هادي كتعتبر هي المركز ديال مرسى الخير. الزردة هادي راه هي المركز ديال مرسى الخير اللي تخسرات عليها ميزانية اللي هي كبيرة باش تكون تكون تصلاح. وداك الشيء لان انا كنشوفوا ان التينات ليها الريسيبسيو ديالها مود هادي، وهي في هذه الحاله هادي التينات، وهي في هذه الحاله هادي كيفاش غادي تيني الريسيبسيو وهي في هذه الحاله هادي اللي كنشوفوها مجرد حمري، ما فيها لا سيزار، ما فيها سيغازو، ما فيها حتى شي حاجه، ما عرفتش حتى البلاصه اللي كيلعبوا فيها الاطفال. راك شوف كيفاش دايره، شوف كيفاش دايره، ما كاينين لا لعاب ديال الاطفال، ما بقات حمري، ما يعني دار فيها والو. ما فهمتش انا علاش التينات، علاش داك الشركة تخلصات ومشات فحال هكا، كيفاش التينات ليها وتخلصوا؟ ما بغاش ما بغاش تدخل لنا الراس ديالنا. واكثر من هادشي اللي كنشوف هاد الجامعات الاستهتار ديالها، جابوا الباريير دوروا عليها وهي في هاد الحالة هذا. ما صدقوا هما بالزردة، ما صدقوا بباريير. الباريير شحال من واحد فيهم اللي هو داوه والتراق ولا ما عرفش ولي كيدير الباريير هذا. اكثر من نص ديال الباريير تهرسوا، تقدروا تشوفوا بعينيكم، اجي تشوفوا الباريير. كيهرسوا انت ها الباريير. ماشي دابا باريا انت الترساس او مهم فيهم كاع الرجال. شنو كيديرين كيطلعوا لي مع في البوطو، كيطلعوا بهم في الجر الرجلين ديالهم كيفاش دايرين، كيشكل الخطر على الوليدات. كيف تعرف هاد الغير على السكينه هنا كما تاخذ فيه، يعني خاص يعني تكمل الثقه ديالك، تشوف بعض يعني الناس في الجامعه مابغاوش يخدموا. انا كنشوفوا الزرده خسرات عليها ميزانيه كبيره وتسينات ليها ريسيبسي، وهي في هذه الحاله هذه اللي ورثا لها، و تعتبر الزرده المركز ديال مرسى الخير. يعني هي اللي كتكون عامره في العشيه، غتجيو غادي تشوفوا بعينيكم شحال ديال الناس، كلشي تيجي كيجلس في الزرده هذه وهي بهذه الحاله هذه. ومع ذلك ان تعاودات زادوا واحد فلوس اخرين اللي باش يخسروهم عليها، وباقي دابا ما خسروا عليها ما صلحوها ما حتى شي حاجه. والاكثر انت كتشوف الزرده ماشي هي هذيك، الباريال مشى ماشي هو داك عير مشتت هنايا، ما بغاوش يجمعوا يديو. عامين هادي ما درنا والو للساكنه مرسى الخير، ما درنا لهم حتى شي حاجه، ونتحدى شي واحد يخرج من المجلس يقول لك راه درنا شي حاجه، عطينا شي اضافه لمرسى الخير. راه مجموعه ديال النقاط اللي هما ما داروش، بلا ما نقول لك ملاعب القرب اللي ما فيهم لا ما لا ضو، ترونسفير ما داش، طوبيس ما جاش،
تسليم السكنه جا واحد تسليم السكنه ديال واحد المهندس ما كتعطاش مجموعه ديال المسائل اللي عامين محطوطين الملفات ديالها وداك الشيء وما حتى واحد ماشي يحرك ساكن. كنشوف هذا الرئيس ولا هذا المكتب هذا ولا هذا النواب اللي معاه شنو كيدير وشنو الاضافه اللي عطاهم كاين حتى شي حاجه. يعني احنا جماعه غير في الوراق في الواقع راه حنا ما جماعه ما والو ما كاينينش من مجلس ما حتى شي حاجه. الساكنه اصلا فاقده الثقه ديالها في المواطن ودابا اكثر يعني ولا شي بالله المرشح بحال شي واحد اللي غير زايد ما عاطي حتى شي اضافه ما عارف حتى شي حاجه ما بغاو يعطونا حتى شي حاجه ما عرفتش غنقول لهاد الناس هادو الله يهديهم وصافي. الساكنه يعني ما بغيتش تخيب الظن ديال الساكنه يا عندك واحد الغير على المدينه كتخرج ما مره ما جاتش كتهضر يعني على الاحوال يعني ديال المسخير كما كتقول ما تغير حتى شي حاجه ما تضاف حتى شي حاجه. هاد السياج هما خصهم يدوروا واحد السياج يكون يعني فيكس الا جايبين كما تقولوا باريير ودي بانين فيه وخلوه في الاخر تلاح لا. وتنقول لك انا دابا حنا سنتين حنا دابا في شهر 10 غادي نكملوا عامين بالضبط حنا في المجلس ما تضاف حتى شي حاجه وكنتحدى اي واحد في المجلس ديال جماعه مرتخير الا انه يقول لك زدنا شي حاجه ما دار حتى شي حاجه. وانا تنقول لك شتي حتى بقى هذا المجلس ولا شي كما هو بهذه الطريقه هذه نزيدو ربع سنين اخرى اللي باقا لينا وما غنديروا حتى شي حاجه وانا كنتحداهم انهم يديروا شي حاجه. لا حقاش حتى شي حاجه ما مستجمه لا رئيس لا مكتب لا مجلس كل واحد كيلغي بالغا كيف ما كنقولوا وما مسوقينش وكلشي ما مسوقش والرئيس كيجي الوقت اللي بغى ليه مره في 20 يوم دابا من اش نقول لك راه شي 20 يوم دابا اللي ما كيجيش معش 15 يوم كيجي غير الوقت اللي قال لي راسو كيسيني يمشي فحالو ولا كيهبطوا لي البارافور فين تيكون هويا كيهبطوا لي ويسيني والموظف كيهبط لي البارافور يسيني تما ويجي فحالو. اذا جماعة فارغة ما كدير حتى شي حاجة الله يهدي هاد الناس وصافي هادشي اللي كنتمنى لها. سعيد الحمد لله كنا السيد الوالي السيد محمد العقوبي اللي مشكور يعني كل الشكر ملي جو كيغير يعني بعض المسؤولين اللي غنقول مسؤولين ما صالحينش للمدينة إلا كيغير أي واحد هو غيشوف هاد الوضع هذا ما غيعجبوش الحالة هاد الوضع الكارثي ندير هاد المسؤولين كيما يأديو القسم باش يخدموا إلا كيخلوا المدينة مهمشة. انت عندك واحد الغيره رسالتك السيد الوالي لانه كيوقف على الصغير والكبير لانه غيشوف الوضع الكارثي عارف بانه ما غيسكتش على هذا الشيء. احنا السيد الوالي السيد العقوبي كنسمعوا عليه عير الخير والاحسان وهاد البادرات اللي خدا ولا هادشي اللي خدام به في العام في الجهه كامله ولا بصفاتو كيمثل العامل ديالنا يعني خدام مزيان غادي مزيان. اللي كنتمناو من هاد الوالي العقوبي هو انه يدير شي زياره هنا لمرس الخير يجي يشوف مدرسة الخير يشوف الجزئة ويجي يدير دورة في الجامعة ويشوف واش هذا المجلس هذا عطى شي إضافة ولا ما عطاش. راه غيجي هو براسو غيبقى يشوف غيقول كيفاش هادو عامين ما داروا والو ما عطاو حتى شي إضافة ما كاين حتى شي حاجة. اش نقول؟ يعني ما راه غاديش في هذا الوضع الكارثي كما كنقولوا الجردة اللي تخسرت كنقرب ولا السعدي الجردة اللي تخسرت على واحد الميزانية كنشوفوا حتى من المساحة الخضراء ما كايناش كراسة غير بالسيما مصوبين بالسيما وكما كنقولوا ملبقين هذه تصوبات باش غتكون واحد المرفق الوليدات الصغار كنشوفوا بان يعني الا جات الشاشة تولي عامرة ضايع. هاد البليصة هادي حنا راه دابا خصها تكون فيها لعاب هادي اللعاب ديال الدراري الصغار هنا فين كيلعبوا الدراري الصغار ما كاين لا لعاب لا حتى شي حاجة. الزردة ما كايناش. اللي كنطلبوا من السي يعقوبي هو انه يجي يدير شي زيارة لمرس الخير. حنا كنشكروا شنو كيفاش تحرك في المدينه التمارع على رجليه ضرب مسافات طويله على رجليه. كنتمنى حنا يجي يدور شي دويره غير خفيفه هنا في مرسى الخير واللي بان ليه هو يديرو واللي بان ليه هو غادي يديرو هو التعليمات ديالو راه على الراس والعين وكلمة ديالو هو راه ما كطيحش. هادشي اللي حنا عارفين عليه والشي اللي سمعنا عليه المطلوب منه حنا هو انه يجي يدير شي زياره لمرسى الخير وكنتمنوا منه انه يوقف معنا في القضيه ديال الطوبيس بالضبط 8 ام اللي كان عندنا وما بقاش. ملي كنهضروا مع المسؤولين ما تيقول لك حنا راه دفعنا درنا ما درنا مع الحكم ان الرئيس عندنا هو المسؤول على النقل الحضاري في مؤسسه التعاون بين جامعه العاصمه ما عمره عطانا شي حل ما عمره عطانا شي عطانا اسئله في الدوره التعيينه الاجابه ديالو ديما تتكون الاجابه ديال الرئيس هو انه درنا اجتماع مشينا للاجتماع درنا اجتماع غنى اجتماع ما عطانا حتى شي حاجه اللي ملموسه. المطلوب ديال اي واحد غتسولو نفسك ساكنه مرسى الخير غيقول لك بانهم باغيين الطوبيس نتا باغيين الطوبيس 8 ام يرجع لينا وبغينا يفك لينا المشكل ديال التعمير بخصوص نقل الملكيه الترونسفير وبخصوص تسويه الوضعيه البلونتشيب. هادو جوج النقاط اللي هما مهمين كنطلبوا من السي يعقوبي انه يدخل يفك لينا هاد النقاط الاشكال هذا بالضبط. يعني مرس خير مازال كتعيش التهميش وتعيش يعني كما قلت خاص ترونسبور خاص عده اشياء. تعالي نشوفوا يعني كما كنقولوا مضيفاني
يعني باش عارف يعني هذه جرت فترات واحد الميزانيه كنشوفوا حاليا غير ديفاني بالباريه هاد الباريه اللي نضرب عرفتش اش داير انا واحد الفتره يعني دابا شوفوا كان كما قلت الباريه تسر او حاليا الان طيح الجلب ديالو راه ما كاينش واللي بغيت نعرف انا اللي بغيت نعرف حكم انني خصكم انا يومي خصكم انا في الحومه ديني بالضبط والناس في الدائره هذه اللي بغيت نعرف انايا وهاد الباريه علاش دايرين على شنو الدور ديال هاد الباريال هذا ما عرفتش انا شنو الدور ديالو بالعكس جابوه هنا لاحوه عيطنا لهم باش يجيو يديو مازوس هضرنا مع المسؤولين باش يجمعوا الباريال حتى واحد ماشي يقول لك بلاتي ما بلاتي ما جاوش لي شي 14 و مليون هنا غير مليون تي هما الباريال اذا هذا الباريال من المال العام هضر هذا كيضيع دابا حاليا كيضيع المال العام لا زرده لا باريال مجموعه ديال النقاط لهم اللي كنتمناو هو انه يكون واحد الزياره ديال السيد الولي يعقوبي كنشكرو من هنا عنده واحد التحيه ليا خاصه يدير واحد الزياره جماعه مرس الخير ويهضر مع المسؤولين ديالها يتحركوا غير شويه كاينين ملفات خصهم غير شويه باش يوقفوا كما قلت لك منهم الطوبيس والنقل الملكيه وتسويه الوضعيه هذو من النقاط المهمه اللي كنتمنوا انه يوقف معنا في هذه النقاط والله يجازيه بخير هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله عندك واحد الخير على مرس الخير شكرا لك يعني على هذه يعني المداخله لان صراحه الله يعني كنشوفوا كارثه لان يعني هنا خاص يكون واحد الفضاء الوليدات فين يلعبوا الا كنشوفوا بان بقات هنايا خاويه يقدر يجي تقدر تجي الشا عمار تولي ضايع كيسكن واحد الخطر كما شفنا الباريير كذلك هو باريير بانه غير واضعين هكا ما قاد حتى شي حاجه كنتمنوا رساله للسيد الوالي باش يتدخل يشوف الكارثه اللي كتوقع في مرس الخير كذلك بان رئيس الجماعه ما كيجيش هذه رساله من عضو مجلس جماعة مس الخير إذا شكرا لك السعادين شكرا ما بقى متابع الكرام إذا نقول لكم دمتم في رعاية الله ورسالة لكل مسؤول شكرا رسالة كل مسؤول يعني باش يخدم المدينة الرسالة الأخيرة الرسالة الأخيرة هو أننا كنشكر المنبر ديال شوف تي في كنشكرهم مزيان اللي هو متبع الشأن المحلي تقريبا ديال على المستوى الوطني كامل ومستوى الجهات والجماعات وكل شيء كنشكروا المنبر ديال شوف تي في ولكم جزيرة الشكر. كذلك عندك واحد الغيرة كبيرة يعني على الساكنة كما كتقول بأنهم عطاو الصوص ديالهم يعني ثقوا فيكم باش تكون الثقة الثقة إلا كنتمنوا هذه رسالة المسؤولين ورسالة السيد الوالي يعني باش يتدخل يشوف الكارثة اللي كتوقع هنا بمرس الخير. إذا المتابعين الكرام نقول لكم دمتم في رعاية الله وجمعة مباركة.